هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة المنوفية، واللي انتهت من إنشاء ورفع كفاءة 66 مدرسة بإجمالي 1102 فصل دراسي. أما في القليوبية فتم إضافة 34 سرير عناية مركزة بمستشفيات حميات بنها والقناطر الخيرية العام. في الإسماعيلية كمان الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت فعاليات احمي قلبك ضمن مبادرة بداية، وفي دمياط تم فحص 3000 مواطن طبيا بالمجان في قرى المحافظة تزامنا مع بدء مبادرة بداية جديدة. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنوفية أكدت أنه تم الانتهاء من تسليم 37 مدرسة تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئي وصيانات شاملة بإجمالي 538 فصل دراسي وبقيمة استثمارية بلغت 233 مليون و 123 ألف جنيه. أيضاً تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 29 مدرسة بإجمالي 564 فصل دراسي وباستثمارات بتقترب من 87 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية. أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية إضافة 34 سرير عناية مركزة للكبار تنوعت ما بين 15 سرير داخل مستشفى القناطر الخيرية العام و19 في حميات بنها، ليصل إجمالي عدد أسرة العنايات بحميات بنها ل 33 سرير و35 سرير بمستشفى القناطر الخيرية العام. أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية للعام الثاني على التوالي فعاليات مبادرة احمي قلبك بمجمع الإسماعيلية الطبي. تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بأمراض القلب والحد من انتشارها من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية والطبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. في دمياط أعلنت مديرية الصحة تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وتم تزويد تلك القوافل بعدد من العيادات التخصصية المتنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. وتم فحص أكثر من 3000 مواطن بقرى مختلفة داخل المحافظة خلال الفترة الماضية تزامناً مع انطلاق مبادرة بداية جديدة. قررت محافظة الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني صناعي زراعي وتجاري طبقاً للكشوف المرفقة، وده تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية بمختلف المدارس. في البحيرة انطلقت فعاليات ملتقى التوظيف للشباب اللي بينظمه جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وبيضم الملتقى 25 شركة من مختلف القطاعات، وبيتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وده لمن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 55 عام. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة والسكان دخول مستشفى رمض المنصورة ضمن مقدمي الخدمة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد، وده في تخصص طب وجراحة العيون لمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية، وخلال الأسبوع الأول تم مناظرة 71 حالة. أعلنت مكتبة الإسكندرية انتهاء مرحلة التسجيل في الدورة الأولى من جائزة مكتبة الإسكندرية الكبرى للقراءة وبدء مرحلة الاستعداد لخوض المسابقة اللي بتستمر حتى 15 نوفمبر المقبل. شهدت محافظة الأقصر مراسم توقيع وتسليم عقدين لتنفيذ مشروعات صحية وتمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة الطود ومدينة إسنا بقيمة 3.5 مليون جنيه.